خش نشوف السقف الاول، تعالوا معايا. محدش يطلع من الحلقة لاني هطلع السلم في الاخر، هوريكم مفاجأة، واللي يفهمها يكتب لي في التعليق تحت هو شاف ايه وفهم ايه. خليكم معايا لاخر الحلقة. دق عليها بالشاكوش بقى كده، الحتة دي اربطها كده بالشاكوش كده، ايه اللي انت كنت مدخل فيها المسمار كده. ايوه الزلطه دي كمان، خش عليها خش عليها خش. انت عندك مشكله في الاسمنت دي. اسمنت ضايع كده، نص تقريبا كده نص كميه الاسمنت اتحطت عندك دي، مش خرسانه ابدا دي. بس المشكله كنت بنزل لهم اسمنت وحليب بالهبل. مش انا احنا بكلمك في العطار، انا مستعد اخد عينه من دي دلوقتي واعمل لها كور تيست بالظبط. انت شايف المنظر عامل ازاي؟ شويه الاسمنت اللي كانوا موجودين في الخرسانه هم اللي في المحاره بس، اسف يعني اللي ظاهر هنا معايا المحاره هي اللي شوف. بص لون المحاره عامل ازاي، ولون الخرسانه فوق لونها بني. ايوه يا حديد اهو. يلا يا ريس الله ينور عليك. لا لا مش من ورا السيخ بقى، اصل قدامه يعني. طب خلاص خش خش، ربك استرها. استرها لا مش على انه يقع، انا ما بحبش السيخ يضرب من وراه كده، ممنوع يعني. احسن برضو طبعا. روق بقى على السير ده. حاضر. خشوا بره بقى، بره خد بره حتى. خشوا بره، ده علينا احنا ده كده. برضو؟ اهو. بره 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 على الشارع يعني. كده يعني؟ كده 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 على الطرقه. ايوه اضرب كده، ايوه كده. انزل كده. بس جوه الخرسانه مش كده. ده؟ واحنا بنعمل جوه الخرسانه مش كده. مش زي هنا.